طيب عايزين ناخد مثال بقى كده. قبل ما ناخد المثال، عندنا في حاجة مهمة جدا اسمها تراي وكاتش، اللي هي اسمها بالظبط الدرس المفروض اسمه اكسبشنز. ايه بقى فكر الاكسبشن ده؟ يا محمد ايه فكر الاكسبشن ده؟ قال لك في نوعين من الخطأ، في خطأ من حضرتك كمبرمج وفي خطأ من اليوزر. ركز بقى عشان الموضوع ده مهم جدا، وللاسف في ناس بتستغله استغلال سيء الا من رحم ربي يعني. تمام؟ قال لك ايه؟ في عندنا نوعين من الخطأ، خطأ منك انت كمبرمج وخطأ مني انا كمستخدم. يعني ايه خطأ مني انا كمبرمج؟ يعني حضرتك وانت بتكتب تمام، ورحت هنا جيت مثلا بتعمل حاجه، ورحت مثلا اقول لك ايه، حصل اي ايرور معين، حصل ايرور هنا اهو كده، ده ايرور مبرمج انت اللي تصلحه، ده كده مفيش حل. امال الاكسبشن؟ الاكسبشن كودك صح وشغال، بس المستخدم الحمار هو اللي دخل غلط فبالتالي طلع عيب. يعني ايه؟ يعني حضرتك هنا بتقول له ادخل درجه الطالب، راح كتب لك كده اثنت عشرة درجة. من وجهة نظر المستخدم صح، انت عايز مش عايز درجة؟ اثنت عشرة درجة من وجهة نظره صح، من وجهة نظر البرنامج بتاع حضرتك غلط، عشان دي قيمة نصية وانت عايز قيمة عشان تقدر تعمل عليها عمليات حسابية. قال لك طب انا اعمل ايه؟ طب هو اللي غلطان. قال لك لا، انت لازم تحط نفسك مكان المستخدم وتطلع كل الاخطاء اللي ممكن يتوقع فيها المستخدم، وفي حالة زي كده تروح واخد الايرور ده اللي يطلع وتروح حل محله برساله، وتروح قايل له من فضلك دخل قيمه رقميه وليست نصيه. المستخدم مش حمار، احنا اللي غلطانين ان ما ظبطناش البرنامج افضل من كده. انت اللي المفروض تظبط، تتوقع كل المشاكل. النهارده جوجل او جوجل لما تيجي تكتب الباسورد 1 2 3 يقول لك لا ده سهل. صح ولا غلط؟ ده سهل، ده مش غلط، ده سهل. دي غلطه جوجل وغلطه المستخدم. المستخدم بس هو راجل طلع شركه محترمه قالت لك لا. لما تيجي تكتب ايميل مثلا ايمن دوت اتش ات جيميل، الايميل ده موجود. يقول لك الايميل ده موجود من قبل، ده تغييره، ده خطا مستخدم ولا خطا مبرمج؟ خطا مستخدم، بس الجوجل او المبرمج ما ينفضلوش. لا، المبرمج بالعكس يتوقع كل المشاكل. يجي واحد يقول لك ادخل تاريخ الميلاد، يروح كاتب كده 31/6/2016، ده تاريخ صح؟ ده تاريخ غلط، شهر 6 ما فيهوش 31. فقال لك لا، انت برضه تقول للمستخدم انفاليد مانس، انت تحط نفسك مكان. عشان كده يقول لك ايه، في حد في الشركه تستر، التستر ده بالبلدي بيطلع القطط الفرسانه في الابلكيشن، بيمسك الابلكيشن يروح مطلع زي كده ادخل درجه، يروح متاخر اسم 10 درجه، يروح مناديلك انت كمان يقول لك تعالى يا بيه شايف، تروح انت سبب له على طول. المفروض تقول ادخل درجه الطالب، يقول لك لا ما ممكن اليوزر يطلع كده يكتب كده، اعمل له ايه؟ في الحاله كده الابلكيشن هيطلع انفورشنت ستوب، اللي له طلع ده دلوقتي من شويه هيطلع له قدام عينك ده. يجي واحد اقول له ادخل درجه، ادخل درجه ثانيه اعمل اسم، يروح كاتب كده 5-0. في حاجه اسمها 5-0؟ لا طبعا، لا يجوز الاسم على الصفر. صح ولا غلط؟ هيطلع ايرور وهيضرب. هل الايرور ده المبرمج؟ لا مش المبرمج. واكبر دليل لو كتب 50/90 هيطلع رقم، بس هتيجي تكتب 50/0 هيطلع ايرور. يبقى انت كمبرمج لازم تتوقع الاخطاء دي، واذا تقول له عفوا لا يجوز الاسم على الصفر. قال لك مين بقى اللي يقدر يحل لك ويعمل لك الحركه دي؟ هي جمله الاكسبشن او درس الاكسبشن بجمله تراي وكاتش. درس اسمه اكسبشن، عندي جمله اسمها ايه؟ تراي وكاتش. في ناس بقى بتستخدم تراي وكاتش في ايه؟ في تجاهل الاخطاء، في تجاهل الاخطاء. تيجي تدوس على الزرار تمام وتدوس اوكي، هتدوس على الزرار مش هتلاقي يعمل حاجه، حصل ايرور مش هتلاقي يعمل حاجه. تروح يعني انت مثلا عندك تراي وكاتش 50/0، يجي حط 50/0 جوه حاطط المبرمج يكون ناصح تمام، ويكون اساسا هو مش ناصح نصاب، يروح حاطط كود جوه تراي وكاتش. معنى كود جوه تراي وكاتش لو حصل اي ايرور من المستخدم دوس على الزرار ولا هيحصل حاجه، هتقعد تدوس مش هيعمل حاجه، هتفكر ان البرنامج ايه؟ مهنج والجهاز مهنج، مش هيجي لك خالص في بالك ان الغلط من المبرمج خالص، مع العلم المبرمج هو اللي كان لازم يقول عفوا لا يجوز الاسم على الصفر، عفوا لا يجوز ادخال قيمه رقميه، عفوا لا يجوز ده شكل تاريخ خالص. لازم انت اللي تحط نفسك. طب افرض
شغال اي ايرور تاني هيكون من المستخدم صح، وانت شغال في مرحله اسمها مرحله الصيانه تمام، بتشتغل وبتحط كل التوقعات الاخطاء اللي انت متوقعها. افرض حصل ايرور تاني، فبنقول لو حصل ايرور غير الاخطاء اللي انا متوقع، مش ايرور برضه ما ينفعش اقول ايرور، اكسبشن حصل استثناء غير الاستثناءات ديت، طلع لي الرساله ديت قول لي رجاء الاتصال بالمبرمج. اما لو الرساله دي مش موجوده، الراجل الغلبان المستخدم هيجي يدوس على الزرار ولا هيعمل حاجه، كل اللي هيتوقعه يقول لك يا النت معلق يا الجهاز معلق، اعمل ريستارت للجهاز واعمل. واتاري في الاول وفي الاخر ان الراجل مش هو اللي غلطان، احنا اللي غلطانين ما توقعناش المشكله اللي هو فيها. هتقولي طب ما هو اللي بيدخل غلط، قال لك ما هو انت عامل ليه سيستم، فانت بتعمل سيستم عشان يتفاعل مع اليوزر، عشان يتفاعل، ما كان من باب اولى قاعد على الورقه والقلم. هو انت لما بتدخل حاجه زي كده على الورقه هترفض خالص؟ ناس بتحول من جهاز، وانا بعمل تيست لشركه قبل كده لقيت اليوزر كتب لي كده، قال لي ادخل فاتوره، بندخل فاتوره، راح قال لي النهارده كام؟ قلت له 30/10/2017، راح كتب لي كده 5/11/2017 طباعه، لقيت الفاتوره اتطبعت، قال لي ده منطق؟ تدفع الفاتوره بعدها بعد النهارده 5 ايام؟ انت عايز كل الموظفين ينصبوا عليا؟ راح قال لي لا احنا نحلها لك. قلت له حاضر. فرحت حطيت شرط، قلت اول ما يجي يتكتب تاريخ بعد تاريخ النهارده يرفض بي اف كونديشن عاديه خالص، يرفض. مش عايز خد التعامل مع التاريخ وتجيب الكرنت ديت خلاص، وتعمل اف كونديشن لو التاريخ اللي اتكتب اقل من تاريخ النهارده خلاص ارفض. طبعا انت عارفين الاشارات في التواريخ عكس الارقام، مواليد 95 ولا مواليد 85 الاكبر؟ 85. مع العلم ان 95 في الارقام اكبر من 85، عشان كده دايما تلاقي الاشاره اقل من في التواريخ اكبر من في الارقام، اكبر من في التواريخ اقل من في الارقام، عشان التواريخ عكسها او حاجه زي كده. حاجه زي كده يقول لك لا دي غلطه مبرمج مش غلطه مستخدم، انت بتحاول تمنع حدوث اي خطا، ده السيستم، هو ده السيستم الصح، انه بيمنع حدوث اخطاء المستخدمين، والا كان فضل شغال على ورقه وقلم وخلاص. اللي بيعالج اخطاء المستخدمين والاستثناءات هي تراي وكاتش، درس اسمه اكسبشن تراي وكاتش، شغاله ازاي؟ هنعرفها، بس الاول زي ما بقول لك تراي وكاتش بتعمل ايه؟ بتتوقع كل الاخطاء اللي انت بتعملها. بعد ما تتوقع كل الاخطاء اللي بتعملها، افرض في ايرور ما توقعتوش وما تعرفوش، خلاص بتقول بتطلع رساله كده توست، هو بيفوت على الاخطاء. هل الخطا ده بتاع القيمه النصيه ورقميه؟ لا. طب هل الخطا بتاع الاسم على الصفر؟ لا. طب خلاص رجاء اتصال المبرمج. يبقى كده اكيد المبرمج ما حطش في حسبانه الخطا اللي حصل، فيروح متصل بيك ويقول لك فندم حصل ايه، حتى اليوزر يعرف يعمل ايه، ما تفكروش ان هو اللي غلطان، وفي الاخر وفي الاول وفي الاخر انت اللي غلطان خلاص. هتقولي دخل قيمه غلط، طب ما كان الجيميل كان مفروض لنا بقى في الغلطات اللي احنا عاملينها فيها. ده كل ما بنيجي نعمل حاجه يقول لك لا، كل ما بنعمل حاجه يقول لك لا، صح غلط. هي دي الفكره، السيستم ما كانش هيبقى انتر اكتف مع اليوزر ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه. قال لك بقى تعمل ايه؟ قال لك تراي وكاتش. تراي وكاتش دي بتعمل ايه؟ بص يا سيدي، لو حبينا هنا نعمل على الابلكيشن ده خلاص، وجيت هنا رحت قلت خليها بقى ال 30 دي، وخلي اللينس زي ما هي 9، ورحت هنا قلت 20 وعملت رن. لا هي 30، لا هل هو اخرك كام؟ 10. ورحت عملت رن كده، ضرب، اقف هنا كده، اضطر نقفل بقى البرنامج، المفروض كان يطلع اوت باوند اوف اري، هات الايرور اهو. داتابيز اري هيطلع اوت باوند اوف اري، كل دي مش اخطاء، احنا المفروض نقفل اساسا، وعايز يقفل البرنامج ونفتحه من تاني، بس انا مش عايز اعمل كده بصراحه. ده اخر حاجه، عملنا كده تراي
قلت كاتش. حاجة اسمها اكسبشن، بس الاكسبشن اي اكس. نعمل رن كده. هنا المفروض كان يطلع تحت هنا، بس هقفل انا البرنامج دلوقتي وافتحه من تاني. يطلع اكسبشن ويقول لك اوت باوند اوف اري. بص ضرب، اول حاجه هتيجي في بالك الجهاز مهنج. ده بقى المبرمجين النصابين بقى يروح حاطط لك كده. يا عم ده الغلط من حضرتك، انت اللي غلطان اهو. انت اللي قايل 12 وانت اخرك 10. انت اللي مسلم البرنامج غلط. بص عمل ايه؟ ما ضربش. او نصابين ليه يعني؟ مش نصابين، ما هو ده معرفش. ممكن حركه زي دي سهله، لا في اخطاء تانية ما حدش عارف يصلحها. بس يقول لك ايه يا عم كبر دماغك بقى، حط لو جاتش وسلم البرنامج، ولما يشوفها يبقى ربنا يسهل ويكلمنا. ناس كتير كده يعني. احنا شغالين مع دار القضاء العالي، كان في واحد مستشار ليه في البرمجه، شافني وانا بحط تراي وكاتش. وبحطها ليه؟ علشان مش هتجاهل ايرور، عشان لو ايرور طلع اقول للمستخدم يعمل ايه. قال لي لا مش عايز تراي وكاتش. يا عمي قال لي بقول لك والنبي انت، انا ماشي خمسه قبلك بسبب تراي وكاتش، عشان كانوا بيضحكوا عليا. قلت له يا عم انا اسمع، انا مستخدم تراي وكاتش عشان. قال لي لا اعملها باف كونديشن، اعملها باي حاجه تشقلب، ما تستخدمش تراي وكاتش. والله العظيم فعلا ما خلاش السيستم كله، موقع التشريعات ده ما خلاهاش السيستم كله يبقى فيه تراي وكاتش. على فكره الموقع ده حلو جدا للناس المحامين، اللي هو موقع محكمه النقد، بصراحه كان فيه شغل جامد جدا. انا عامل الحته دي، اوريك الحته اللي انا عاملها بصراحه، جزء التشريعات. لو موقع يعني موقع محترم ومتكلف وغير كده، عليه سيرفر باشا يعني، مش زي موقع وزاره التموين اللي بايظ. بص وزاره التموين، بص شايف وزاره التموين حاطط الاي بي. والله يا استاذ حسن شايف حاطط الاي بي وبلغته، بلغت كلمت الراجل ده. بص حضرتك استعلام وتقارير. لا لا شوف بقى، بص بقى ديفولت 8 ديفولت 6. بص هو حتى ما هنش عليه الصفحات، ما هنش عليه يعملها ديفولت 4. شايف 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 معلش ارجع عشان في دي ارقام صفحات. ما علينا، حد شاف الشتيمه؟ شفت الشتيمه؟ موظف بعتها للاي تي. بص اسم الفني، لا 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 شتيمه وحشه خلاص. تحديث واقدر ابحث. بص شايف سبعه. بص اقدر اسيب بلاغ. شوف بص تم حل المشكله، لم يتم حل المشكله بمعرفه كذا، حفظ سيفت، وانا سيفت عندهم وزاره التموين. اي والله مش عشان الموقع، مش عشان الطبعات مش شغاله. ايوه خدت بالك؟ بص ديفولت 7 دي اسماء صفحات يا نورهان عندنا في احنا بنغيرها. هو ما هنش عليه غير يعني، سيبك ان هو حاطط الاي بي على الدنيا كلها والفيديو شغال وهنروح في داهيه. سيبك ان هو حاطط الاي بي على الدنيا كلها، في حد يحط اي بي بتاع موقع كده؟ خالص خالص. ايه هاك يا باشا؟ ده اي ده واحد لو بيتعلم نتورك قالب ب يهاك عليه، هياك عليه ويشوف الداتابيس. بص وهنا اقعد بقى جرب بقى، قاعد اتفرج. تقرير بمجموعات الاعطال، تقارير لا عادي. هو بص واقدر اطبع لو في اهو. طبعا هنا مفيش حاجه النهارده يعني. بص ممكن انت بقى ايه عشان هو عامل بتاريخ معين. وبص ادي 20، مفيش هنا ما عندوش صفحه رقم 20. 15 عنده صفحه، ممكن تخش تجيبها والله وتجيب الميزان المصري. ان واحد يعمل حركه زي دي حرام يعني، يعمل حركه زي دي. بص متابعه الاعطال، مسؤول فني ليه عامل هنا يوزر بس فرحان باليوزر بس، بتلاقي لسه مش شغاله في الاخر. المهم حته التشريعات دي اي حد بتاع حقوق، انا عامل بقى الجزء ده، كان شاف مننا ايام سودا الجزء ده. اي حد بتاع حقوق تمام وفاتح مكتب محاماه وفاتح اي حاجه، ده قايمه بكل الحاجات اللي بتنزل من الدوله، بالتشريعات بقرارات محكمه بمقاضي. يعني بص النهارده كام؟ 27/9 ده اخر حاجه اترفعت. كل لو انت جيت هنا كتبت قتل في بحث هنا كنا بنحمل هنا قتل. ده ايه؟ لا مش على الموبايل، ده احنا كنا عاملين سايت، ده كنا شغالين في سايت، فده اللي كان ممنوع انك تعمل. لو قلت مثلا كتبت قتل
شايف دي حصل مشاكل كراسي مش عارف ايه مركز اكتر مش عارف ايه اي وقائع قتل وتشريع بشان حظر يعني. ساعتها الراجل قال لي اي جريمه لو انت في المحاميه وانت مثلا جريمه بنفس الحاله وقضيه بنفس الحاله ومحكوم عليها قبل كده براءه، لو جبت الورق اللي يثبت براءتها اديها للمحكمه الثانيه والقضيه غصب عنهم هيثبتوا براءه، والا يبقى المحكمه الثانيه حكمت غلط. فهو بيديك بص عرض التشريع البتاع طبعا لا ماشي البتاع ده جميل جدا، الموقع ده جميل مليان اساسا، ده هيقعد يفتح ملف في PDF اسمع علينا كل حاجه بينزلوها هم بينزلوها الادمن. بص بشأن حظر قصه جدا ده، عارف الحركه دي حركه اللي هو يلون لون اصفر دي، خلصت الساعه 5:30 الفجر واول ما خلصت راح حط 3000 جنيه وكنت انا واحد زميل قال دي بس عشان الحركه بتاعت الاصفر دي بتاع جوجل دي كانت جافا سكريبت قعدنا فيها بصراحه يومين ثلاثه في الشغل. ايه موجوده جامده جدا، كان الموضوع ده اشتغلنا فيه شغل كان حلو قوي بصراحه، بس خلاص اتقفل وخلص يعني، بس لسه شغالين عليه ستيل على الناس يعني، يعني شغالين الداتا انتري بس. فده جميل جدا. ده بقى قال لي استحاله تحط لي تراوي كاتش يا عم، ليه دي كرديك؟ قال لي كل الناس بتتجاهل اخطائها وتحط لي تراوي كاتش. قلت له انت فاهم الموضوع غلط، تراوي كاتش بتحل مشكله بدل ما البرنامج يضرب تعرف البرنامج اليوزر ضرب ليه. انا هنا هقول له ضرب عشان حضرتك دخلت قيمه رقميه نصيه وليست رقميه، على طول هيروح ماسح ويكتب 12. هنا هقول له ضرب عشان حضرتك قسمت على الصفر، على طول هيروح ماسح ويكتب 90. هيفهمه هي دي تراي وكاتش، هو ده المعنى الايجابي بتاعها، هو ده المعنى الايجابي بتاعها. تراي وكاتش ليها جانبين سلبي وايجابي. سلبي انك تتجاهل الايرور زي ما انت شفت اهو، ده ايرور المستخدم ولا مبرمج اللي احنا لسه عاملينه حالا؟ ده ايرور المبرمج، هو اللي زود 12 راح، بس المبرمج طلع زي ما انت شفت وراح حط تراي وكاتش، فهيدوس على الزرار مش هيعمل اي حاجه. ازاي بقى تشتغل تراي وكاتش بعد البريك؟ طيب نرجع تاني، ادي تراي وكاتش زي ما انت شايف كده اهي. طيب تيجي هنا لو ازاي بقى نعالج تراي وكاتش بقى في الحته ديت؟ انا هنا هقفل السيستم لو جينا عملنا كده، خلي بس التوست اي ان تي زد ايكوال 90 اي ان تي واي ايكوال 0 اي ان تي يو زد على واي تمام. وجيت هنا رحت قلت هنا كده يو وامسح تراي وكاتش كده، انا بقسم على كام؟ على صفر. لو عملنا كده فين؟ فين الزرار؟ بص ضربه، المفروض هنا بقى يخلي عنده دم ويظهر الاكسبشن. بص احنا كده هنضطر نقفله. كان هيطلع لنا هنا الاكسبشن، نقفل نفتحه من تاني كده خالص اهو. اندرويد هشغله ايه؟ هنقعد بقى ونقفل فتحت وقفلت. شايف دي بقى ارثماتيك اكسبشن اهي ديفايدد باي ايه؟ زيرو، واخد بالك؟ فباخد دي ارثماتيك اكسبشن، هو ده اسم الاكسبشن جافا دوت لونج دوت ارثماتيك اكسبشن. اروح واغلق واروح جاي هنا عامل تراي كاتش قبل ما اخده الحته اللي كنت بتتكلم فيها مستر اتم،
حضرتك لما فتحت بروجكت كده، فبالتالي عمل كده تمام اهو. حضرتك واصله معاك، حضرتك هتختار من هنا، تختار اندرويد، هترجع تاني لوضعها الطبيعي العادي اللي انت متعود عليه. حضرتك فاهمني؟ تمام؟ الحته دي لما نيجي نشتغل نحط مكاتب هنتطرق ليها. لما نيجي نحط مكاتب كده بيجيب لك كل الفولدرات اللي جوه الايه؟ ملف المشروع. كده بالحركه دي. يعني ممكن تكون انت عامل انسيرت دي. تذهب باللون الاسود؟ لا 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 انسيرت، حضرتك دايس على زر انسيرت. ايوه اللي هي كده مثلا. ايوه هي دي، ده زرار انسيرت، حضرتك ايدك دايس على زر انسيرت. دايس عليه تاني بس يرجع. لا 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 زرار انسيرت، حضرتك ايدك جت على زر انسيرت. دي يا مستر اتم. تمام؟ حضرتك هتختار من هنا اندرويد. كده ملفات اللي ظاهره جوه مشروع الاندرويد، اما هنا كده لما تختار بروجكت هيجيب لك الملفات وفولدرات البراوزر اللي جوه، اكنك جوه ماي كمبيوتر، اكنك جوه، اكنك دخلت كده من الاخر، اكنك دخلت كده اهو. ادي كورس 11 مش عارف تيست اري، اكنك دخلت كده، اكنك بالظبط داخل جوه في ملف كده هو ده. اما لما تختار اندرويد كده لا، كده حضرتك دخلت اللي هي الملفات اللي تشتغل على الابلكيشن. تمام؟ طيب هنا تراي وكاتش، انت خدت ارسيماتيك، تروح كاتب تراي، وتروح كاتب هنا ما بين قوسين الكود اللي انت عايز يحاول تنفيذه. تراي يعني تنفيذ او حاول، حاول تنفذ الكود ده. لو ما عرفتش كاتش، كاتش يعني امسك. طب همسك ايه؟ قال لك هيمسك ايرور. قال لك الايرور اللي هيمسكه لازم يكون من نفس نوع الايرور اللي هيطلع، لازم تعرف متغير من نفس نوع الايرور اللي هيطلع. الايرور اللي هيطلع ايرور ايه؟ رياضي، فنوع ارثماتيك اكسبشن اهو. انا لسه واخد كوبي وسكت باي اسم ان يو مثلا، يبقى انت كده عرفت متغير اسمه ان يو ان او يو من نوع ارثماتيك اكسبشن، يبقى المتغير ده يمسك ايه؟ الاخطاء الرياضيه. طب لو مسكت الايرور اعمل ايه؟ اقول له طلع لي توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن كوما توست دوت لينس دوت شو. ايه اللي الرساله اللي هتطلع؟ قول له بقى بالعربي بالانجليزي، عفوا لا يجوز الاسم على الصفر، بالعربي بالانجليزي براحتك، وتعمل ران. اهو ده الايرور اللي طلع، جافا دوت لونج دوت كوزد باي، يعني بسبب كوزد باي، يعني بسبب النادي دايفيد باي زيرو، عفوا لا يجوز الاسم على الصفر. كده الراجل فهم طبعا لو كان بيدخل اتنين تكست. طيب افرض هنا عندنا، جينا هنا في الشاشه كده وعملنا تو تكست كده اهو بسرعه. تراي وكاتش دي مهمة جدا جدا وبنحتاجها في حاجات كتير، بس يحمل بس ربنا يسهل له. ايه يا عم؟ هو مش للدرجة دي يعني. طيب نيجي بعد كده احط هنا تكستين عشان هطلع لك ايرور تاني، وتكست تاني، وهنا انفر تي اكس تي 1 والتاني تي اكس تي 2. تمام، اجي هنا اقول ده من نوع edit text txt1 equal edit text، مش شرط اعرفهم فوق، ممكن اعرفها جوه الزرار على طول. find view by id r.id .txt1 الثاني هعرفه txt2 هيتعامل مع txt2. طيب هاجي هنا اقول له integer.parseInt،
تي اكس تي 1 دوت جيت تكست دوت تو سترينج. التاء هنا القيمه الثانيه اقول له خدها من التكست رقم كام؟ 2. بدل ما القيم تكون ثابته هنا انا عرفت المتغير على طول جوه الزرار. كنت حضرتك بتعرف كده متغير فوق في البابليك وترجع تعمل له انشاليزيشن هنا، صح ولا غلط؟ هنا عرفناه على طول. عايز تاخد الاثنين دول كده كات وتحطهم جوه الاون كرييت، بس بص مش هيبقوا مقارين هنا، فلازم تعمل ايه؟ تعرفهم فوق. انت معرف الاولاني ومعرف الثاني، عرفه هو كمان هو. اللي الرساله تطلع يا محمد عندك بقى احمد تطلع عندك ايرور انك تكون متعرف تي اكس 22 ومش كاتب دي، ما قلتش تي اكس 22 هيتعامل مع انهي تكست على الشاشه فتضرب دي هنا كده. انت لو عملت ران بالطريقه دي كده وعملت ران هنا مستخدم تي اكس 22 صح، وهنا انت معرفه بس ما قلتش تي اكس 22 بتاع مين، انهي عنصر على الشاشه من بره. انا عندي اتنين تكست اهم، انهي واحد في الحاله دي اول ما الابلكيشن يفتح هيروح ضارب. بص هنا وكتبنا هنا 6 5 شايف، بسبب ان حضرتك هنا ما كتبتش ان قلت تي اكس 22 بيتعامل مع مين، فخد بالك دي خطا برضو ممكن يطلع تكون انت ناسي انك تعرف ايه المتغير. لو هنا عايزين بقى نعمل ايرور تاني عملنا قصة الخمسة على الصفر اهو ضرب ليه؟ احنا ما عملناهوش، ما هو تي اكس تي 2 اه متعرف مرتين خد بالك، خدت بالك؟ انا معنى كده انه كان متعرف مرتين، لا ما هو متعرف فوق اهو، بعد كده تحت اعمل له انشاليزيشن بس. خمسة على الصفر تمام. طب بقى في درجة كتب كده 5 على 2، معلش انا قفلت فين تيست اري، راح كتب 5 على 2 مفيش مشكلة هيطلع 2 تمام. طبعا هو ليه ما طلعش 2.5؟ عشان انت مش عاملها دبل، تعملها انتجر تمام. طيب افرض بقى انا عمل كده 2 ايه ما بيكتبش. طب انا بقى ما انا هقول لك اهو، عشان كده انا هشيل الانبوت تايب. شلت الانبوت تايب اللي هي الانبوت تايب دي اللي هو يكتب ارقام بس، انا هخليه يكتب الاثنين ارقام وحروف. نفترض انتوا كنتوا عاملاها مثلا كده، اكتب هنا 5 وهنا 2 ايه وروح دوست على الزرار. في حاجه اسمها 5 على 2 ايه، يضرب يضرب بسبب لو بصيت كده هتلاقي هنا دور ادي ارسماتيك، هتلاقي الاوريو الثاني اسمه فورماتنج، هتلاقي ايرور اسمه فورماتنج ترايو كاتش بتاعته ده الارسماتيك اللي احنا لسه عاملينه. في ممكن نسيرش من فوق كده اجيبه هو جاب اهو نمبر فورمات اكسبشن، ده الايرور الثاني نمبر فورمات اكسبشن، ان هو حضرتك كتبت حاجه مش نمرك اللي هو ايه اللي زي ما كتب الراجل ادخل درجه الطالب راح كتب اسمه 10 درجه، فده مش نمبر فده غلط في تنسيق الرقم، فقال لك بتاخد دي كوبي كده او حتى بص بقى لك ايه 2 ايه، فبتيجي هنا تروح جاي عايز اعمل تراي وكاتش تاني صغرها كده. طب ما انا عامل تراي وكاتش اهو، بس تراي وكاتش على مين؟ على نوع خطا، بس مش ده اللي حصل. الخطا المره دي مش ارسمتك، ده حصل المره دي ايرور تاني اللي هو نمبر فورماتنج. قال لك خلاص اعمل كاتش تانيه اهو نمبر فورماتنج اكسبشن اي اسم دايما تحب تلاقي الناس مسميها اي اكس، واروح قايل له كده توست واروح قايل له رجاء ادخال قيمه رقميه اهو
وليست نصية كده. رن معنى كده ان انا ممكن احط جوه التراي كام كاتش، كذا كاتش، مش بالضرورة كاتش واحدة عشان انت مش متوقع. ادي خمسة ما ضربش كده، ما ضربش، فبالتالي راح قال له. هو ده السيستم لازم يحصل كده، السيستم يقول لك ايه الغلط وانت اللي تصلحه. هو دلوقتي ما ضربش، قال لك انت المفروض تعمل 1 2 3، فهو ده الفكرة. طيب افرض حصل ايرور تاني غير ده، يعني مثلا رحت كتبت كده سوري، برضو ده كده نمبر فورماتنج، برضو حاجة اطول منين؟ من اللازم، برضو ده من تنسيق في نمبر فورماتنج. افرض حصل ايرور تاني غير ده كله بقى، حصل اي ايرور مثلا انت ما تتوقعوش، قال لك خلاص بتعمل حاجة كاتش كده وتكتب اكسبشن اي اكس، وتروح عامل توست كلمة اكسبشن ده اي ايرور غير اللي انا حاطه، وتروح قايله هنا ايه؟ رجاء الاتصال بالمبرمج بس. يبقى كده حصل ايرور لحدوث خطأ، كده حصل ايرور انت ما كنتش واخد بالك منه، حصل ايرور انت ما كنتش واخد بالك منه، فبالتالي يروح طالع الرساله دي. الايرور اللي حصل ولا ارثماتيك اكسبشن ولا نمبر فورماتنج، انت اللي ربنا قدرك عليهم هما الخطايا دول. افرض الراجل هو شغال طلع ايرور غير ايرور ثالث، حاجه ثالثه وانت ما كنتش واخد بالك منها وحطيتها من ضمن الابلكيشن، فيطلع له ايه؟ وده جايت سمو مرمج. هي دي اكسبشن. اكسبشن اي حدوث ايه؟ اي حدوث اخطاء اخرى، اي حدوث اخطاء اخرى، يقول لك يروح طلع الرساله دي. بس في ناس بقى بتعمل ايه؟ ما تعملش كده، قط يجي رن يروح عامل كده اهو، يروح فاتح الجيني موشن، اي خطا يروح يرجع يعمل له الكلام ده كله. طبعا ده اتفضل لما يجي بقى ان شاء الله يقول له، يقول له انت عملت ايه؟ يقول له انا سدد على الصفر، يروح ضربه على قفاه ويقول له في حد بيسمع الصفر، يروح خد بعده. يبقى انت اللي مورط نفسك، ما انت جيت له، انت اللي جيت له على فاضي. هنا يجي تلاقي واحد كتب كده اتش رجاء الاتصال مبرمج، ما انت اللي مورط نفسك، ما انت اللي تحط كل الاخطاء. اما لو انت حاطط كل الاخطاء الممكنه اللي ممكن تحصل، تمام، مش هتدب له مشوار عشان خطا ملوش لازمه زي كده، لا. يبقى انت عارف ان كل الاخطاء دي حصل، وعارف ان لما يطلع ايرور انت ما كنتش واخد بالك منه، فهتيجي تبص على الايرور ايه اللي حصل عندك، تبص تروح موقف. اول ما تيجي بقى تعمل تيست للكود تعمل ايه انت بقى كمبرمج لما تروح للعميل؟ تعمل ايه؟ تروح ماسح كل الكلام ده كله، تروح ماسح كده وتقول له يلا جرب لي وقول لي انت عملت ايه عشان الايرور ايه يطلع، وبعد كده تاخد انت منه اسم الاكسبشن وتروح مشغله وحاطط له جوه كاتش. ما هو لازم يحصل، لازم كل ما تيجي تعالج خطا ما تحطش تراي وكاتش خالص عشان تخلي الايرور يطلع، زي ما حصل قدامنا من شويه كده. لما حصل عشان اجيب دي، طبعا دي طلعت ليه؟ عشان كنت مش عايز تراي وكاتش، فعشان كده طلعت. اروح انا واخد دي اخدها واروح حاطط لها كاتش واضيفها، هيبقى اصبح عندي الكاتش رقم 4 احطها، واقول مثلا الكاتش الثاني وات ايفر. مثلا لو انت هنا بتتعامل اي ان تي شغال كده، اي ان تي واي الاثنين دول يساوي نيو اي ان تي واي 3، وجيت هنا قلت الواي هنا وقفها ورحت قلت واي اوف 5 اهو، واي اوف 5 اعمل ران. هل هنا في واي اوف 5؟ دوس. دي بقى ليها ايرور تالت، ليها نوع تالت. انت جربت ارثماتيك، ادي 5، احنا كده كده عايزين الاولانيه بس، رجاء الاتصال بالمبرمج. طيب مع العلم الايرور بسبب ان انت 5، قال لك خلاص امسح دي قط واعمل ران، خلي الايرور ايه يطلع. انا بقى لما اجي اصلح بقى خلي الايرور يطلع، لما يطلع
هيقول لي اوت اوف باوند اوف اري 6 ضرب. ايوه ده اللي انا عايزه. اروح فاتح كده واروح مدور، هتلاقي اوت اوف باوند اوف اري كوزد باي نمبر فورماتنج. فين بقى الاري؟ اهي array index out of bound of exception، هو ده اسم الاكسبشن. تروح قايل له شكرا، خدها كوبي، تروح جاي هنا ترجع دي وتروح عامل كاتش، تروح حاطط نوع الاكسبشن اللي طلع اي اكس، وتروح قايل له هنا عفوا لقد مثلا انك ايه خرجت بره حدود الاري. اي اهو طبعا الايرور من عندنا احنا دلوقتي، الايرور من عندنا المصفوفه، بس انا نفترض ان هو بيدخل الايه القيم بمعنى صح. نفترض اهو، شوف انت حطيت كام كاتش لكام مساله لحته مساله صغيره، ليه؟ عشان تتفاعل مع المستخدم. اهو 5 خرجت بره حدود المصفوفه، خلاص هو ده الايرور. حصل ايرور تاني مثلا، هتضطر توقف مين دي، طالما محطوطة هتتجاهل أي خطأ، فأنت لما ترجي هتروح شايلها وتقول له يلا جرب لي قول لي أنت عملت إيه، جرب هيضرب. تروح تدخل على الإيرور من هنا، تدور على الإكسبشن، تمام؟ هنا قال لي قال لك أنت اللينس كام؟ وأنت حاطط لي إندكس، هو ده الإيرور. تروح واخد الإكسبشن ده وتروح عامل له كاتش، أهو كاتش زي كده. ممكن يكون في المثال الواحد 5 6 كاتش في الكود الواحد، مش بالضرورة، ده بالعكس طول ما كاتش بتزيد، طول ما انت عملت تيست محترم، طول ما كاتش بتزيد يبقى انت عملت تيست بطريقة محترمة. هو ده فكرة الايه؟ انك تقعد تتعامل مع التريو كاتش. التريو كاتش مهمة جدا في التعامل، بيستخدمها مثلا ايه؟ في قواعد البيانات الداتا بيز، تمام؟ الداتا بيز دي فكرتها الأول بس عشان الناس اللي مش فاهمة الداتا بيز، بريف صغير كده. الداتا بيز دي ايه؟ عبارة عن مكان بنسجل فيه بيانات، عبارة عن مكان بنسجل فيه بيانات. لما واحد يقول لك ايه انا بسجل بيانات على الكمبيوتر، فين على الكمبيوتر؟ جوه حاجه اسمها داتا بيز. واحد يقول لك انا النهارده عملت سيستم وخليت بيانات السوبر ماركت بتاعي بيسجل على الكمبيوتر، هم كلمه بالنسبه لهم عامه على الكمبيوتر بس هم مش فاهمين. انت بقى كمبرمج فين على الكمبيوتر؟ جوه حاجه اسمها داتا بيز في الكمبيوتر. الداتا بيز دي عباره عن مكان وبرنامج بيشيل بيانات. ايه البرامج اللي بتخليك تقدر تعمل قاعده بيانات؟ اقلهم اكسس، اعلاهم اوراكل، اقل حاجه برنامج الاكسس اللي احنا عارفينه بتاع اوفيس، اكسس ماي اس كيو ال، اس كيو ال سيرفر، اوراكل. ادي دول 4 اشهر برامج بيعملوا قواعد بيانات. قواعد بيانات دي يا احمد كان الاول قبل ما يكون في قاعده بيانات بيسجلوا على ملفات على ورق، بيسجلوا على دفاتر زي كده، كان كله بيسجل على دفاتر. هتقول طب ما الدنيا كانت شغاله وزي الفل، ايه اللي خلاهم، ايه الميزه اللي تخليني اقلب لداتابيز؟ رقم واحد، اول حاجه السريه. لو الدفتر ده موجود وانا خرجت بره، اي حد ممكن يفتح ويخش يشوف مبيعاتي ومشترياتي والليله كلها شغل. ده رقم واحد. الداتابيز لا، يوزر نيم وباسورد، ولو دخل دخل الساعه كام وخرج الساعه كام، ودخل بقى يوزر نيم ودخل بقى باسورد بالظبط، وكل واحد يدخل يعمل ايه. رقم اتنين، لو انا دلوقتي الدفتر جنبي وكوبايه شاي زي كده زي في الحكومه، وكوبايه الشاي اتدلقت، خلاص بقى عندي سلام الدفتر بالسلام. ولو حصلت حريقه في البلد او حصلت حريقه في المكتب، الدنيا كلها خلاص، كل الورق زي ما حصل ايام الثوره، المحاكم كلها ولعت، بقى مش عارفين من القاضي من الجاني من المجني عليه طبعا، وكل حاجه مع الف سنه. مع العلم لو كان في داتابيز محترمه، حاجه بسيطه جدا، كل نهايه تقول لي طب ما الاجهزه كانت هتولع، ما هو نهايه كل يوم بياخد باك اب نسخه احتياطيه على ايه، على فلاشه او على سداي. هتقول لي الفلاشه هتضيع، اقرب حاجه ممكن ياخد باك اب ويحطه على الميل، على الايميل، وبعد كده نهايه اليوم يروح ايه، يروح محمل يعمل داونلود. لو البلد كلها ولعت هيروح معامل داونلود ويكمل شغله عادي. ايه اللي هيطير اخر يوم هيعرف يجيبه، بس مش عارف يجيب شغل سنه، خلاص. ادي ميزه في الداتابيز. الميزه الثالثه السيرش. النهارده لو انت دفتر المبيعات ده قدامك وجيت قلت لك طلع لي كل مبيعات الراجل اللي اسمه احمد محمد، هتضطر تعمل كده، تقعد تدور احمد، تمام؟ هيقعد يدور، هيقعد ياخد وقت كتير جدا. اما في حين الداتابيز مجرد بس ما يكتب احمد محمد انتر يجيب له كل مبيعات احمد محمد في لحظه زي جوجل.
ده رقم 3 في الداتابيز. رقم 4 الدفتر ده لو انا ونورهان محتاجينه هتضطر نورهان تستناني لما اخلصه زي ما بيحصل في الحكومه، تمام؟ فيقول لك ايه، ما في استناني بس لما خلصت هات لي يعني دفتر المبيعات او دفتر الوارد، استنى ده في اداره المراجعه لما يخلصوه. لا، الداتابيز تقدر 20 واحد يخشوا على دفتر الوارد في نفس الوقت، مش محتاجه تقفيل. هو دي ميزه الداتابيز. الداتابيز كل المواقع اللي انت شايفها، سوق دوت كوم والفيسبوك، ده مكان بيسجل فيه الداتا، ما بتتمسحش، تقدر ترجع لها في اي وقت. اي برنامج بيتعمل زي ما انت شايف من شويه دلوقتي، 5 6 دوسنا، تمام، هو طبعا في ايرور هيتنفذ، اقفل البرنامج، الداتا راحت. عايز ترجع لها؟ لا مفيش. اما الداتابيز لا، البيانات بتسجل لها. الفيسبوك النهارده ما بترفع كومنت، البيانات بتتسجل فين؟ في الداتابيز. لما بتيجي ترفع بوست بيجي بعد سنه يقول لك خلي بالك البوست انت كنت رافعه من سنه، ريممبر مي، بيفكرك صح ولا غلط، ده كده متسجل جوه الداتابيز. الداتابيز دي لو بصيت في كل حياتنا، بياناتك انت في الكليه متسجله في الداتابيز، وتقدر دلوقتي تروح الجامعه وتطلع شهاده تخرج ولا حد يقدر يقول لك لا، تمام؟ بيانات العربيه مش في داتابيز مبدئيا يعني، والله ولا بصراحه انا رحت دار السلام بنقل عربيتي، راح دخلني اوضه معفنه مليانه شويله وقال لي خش دور على ملفك، والله واقلب بقى وتراب. بص عايز اقول لك انا كنت بمسك الشوال اروح رميه كده واروح مطلع لحد ما لقيت ورق، وقلت ماليش دعوه، خدت بعده ومشيت، خدت الملف بتاعه ومشيت. ممكن تاخد ملف ولا الهوا، لدرجه انا بقول يعني لو كان في قاعده بيانات محترمه اكتب بس رقم العربيه ميم واو واحد مثلا 3 4 6 انتر، يطلع لك ملفها برنت، اتفضل يا فندم اتكل على الله، خلصت خلصت. هو ده ميزه الداتابيز، كل حياتنا كده مبنيه على الداتابيز. ايه البرامج اللي تبني الداتابيز؟ اقلهم اكسس اعلاهم اوريجن. احنا هنشتغل هنا داتابيز وهنعرف ازاي نحلل نعمل اناليسيس. طيب ايه الفرق ما بين الاكسس والاوريكال والكلام ده كله؟ حسب حجم البيانات المستخدمه واللي هتتسجل في الداتا. انا تعبت اسمي تدفيع اكتر. 2 بيتعاملوا دول واحنا كده، هو التكييف جه علينا احنا كده اساسا. لا اللي ورا ولا هم ده، اللي ورا حرانين. لا ممكن الصف اللي فيه استاذ حسن بس اللي ورا حرانين. يعني ممكن مستر قتم تلاقيه حران جدا. لا اللي ورا ما لهمش علاقه بالتكييف، التكييف جاي علينا احنا كده، فاكتر ناس احنا اللي متضررين بينا. فالمهم لما تيجي تختار البرنامج اللي هتبني بيه داتابيز، بمناسبه يعني الداتابيز، لازم تختار حسب حجم الداتا وحجم الترانزاكشن اللي بتتم على الداتا. يعني ايه؟ هل بيانات مدرسه زي بيانات بنك؟ لا، بيانات بنك اعلى طبعا. هل حجم العمليات اللي بتتم في بنك زي حجم العمليات اللي بتتم في مدرسه؟ لا. فقال لك لو انت هتشوف بيانات عاليه جدا جدا زي البنوك وزي الشركات الاتصالات وبتتعامل مع جماهير الشعب وزي هواوي كده، يبقى تختار داتابيز عاليه جدا، اعلى داتابيز اوريكال. بس هتلاقي الناس اللي شغالين بيها هم الناس المالتي انترناشونال او الانترناشونال. يعني ليه؟ عشان اللايسنس بتاعتها غاليه جدا. يعني انا اخر رقم سمعته للحاجات الصغيره بنص مليون جنيه، اخر رقم اوريكال. ما اعرفش، يمكن لو مستر حسن عنده معلومه ثانيه، انا اخر رقم سمعته قالوا نص مليون جنيه ترخيص. طبعا لو انت اشتغلت اوريكال وعملت مثلا باباك عنده عياده وعملت له سيستم وقلت له بص بقى انا اتعلمت وهظبط لك الدنيا واعمل لك اوريكال، تيجي شرطه المصنفات تاخد ابوك وتقفل لك العياده عشان معهوش ترخيص على طول، معهوش ترخيص. في حين بقى طب اعمل ايه؟ قال لك خلاص عندك منتجات مايكروسوفت، يا مايكروسوفت يا اكسس، سيكوال سيرفر يا اكسس. الاكسس لو كان حضرتك العياده صغيره كويس، حجم بياناتها مش كبير، حجم الترانزاكشن بتاعتها مش كبير، حجم حلو، يبقى تستخدم اكسس. ليها فروع انسى الاكسس. لو العياده ليها فروع وباباك عايز يسست عايز يمانج الفروع كلها من مكان واحد، انسى الاكسس، مش هينفع. الاكسس ما بيسبورتش للشبكه، عشان كده حتى لما نيجي نشتغل هنا سيكوال سيرفر. اللي بيشتغل على سبورت للشبكه الاكسس، لو اشتغلت عليه وجهازين 3 4 اجهزه دخلوا على بعض هتلاقي الاكسس واقع، وتسمع كلمه السيستم واقع اللي بنسمعها في مصالح كتير. يقول لك السيستم واقع بسبب ان حجم الداتا كبير، رقم 2 حجم الدخول على السيستم في نفس الوقت كتير، فبالتالي هو ايه؟ زي ما بيقولوا حصل ترابل شوت كده، فهنج، فالداتا بيز تقع وبترجع تعمل ستارت للسيرفر وتقوم تاني، خلاص؟ طبعا حجم الداتا لو عالي خالص الداتا بيز هتروح واقفه، زي ما حصل في مدرسه الملكه اللي انا بقول لكم عليها دي. مدرسه الملكه لما رحنا لهم الداتا بيز كانوا عاملين داتا بيز بالاكسس وسيستم، السيستم ده بقى له 10 سنين شغال على الاكسس. على فكره الاكسس لمدرسه حلو جدا، الاكسس حجمه 2 جيجا بيانات. 2 جيجا ما تقوليش ايه ده فيديوهين وخلصوا، لا، 2 جيجا حجم البيانات تختلف عن حجم الفيديوهات، ده بيتعامل بالبت وبالكيلو بايت، يعني حاجات صغيره جدا.
خلاص. ف 2 جيجا دي تشيل بيانات صيدليه وانت مستريح، بيانات مدرسه وانت مستريح، بس المدرسه لما خلصت لما السيستم وقع وفعلا ما عرفناش نفتحه تاني بسبب ان هو السيستم بقاله اكتر من 8 سنين، فالداتا عماله ايه؟ تزيد تزيد تزيد. وكان فعلا هو كان حتى السيستم كان تقيل معاهم، لما جيت رحت لهم قلت لهم السيستم ده كان تقيل، قال لك ده كان بيموت. طب يا جماعه ما انتوا ما قلتوش ليه؟ الداتا بيز اتقفلت ما فتحتش، ما خلاص كل الثمان سنين راحوا ما جابوش غير من الاداره وخدوا الداتا بيز من الاداره تاني، تمام. اخر باك اب كانوا واخدينها من 6 شهور، فدي ساعدتهم شويه، دي ساعدتهم. فراح الداتا بيز قفل، فرحنا عملنا ايه؟ رحنا عملنا سيستم بالسيكوال سيرفر. السيكوال سيرفر مدعم شبكه وحجم بياناته عاليه جدا جدا، حلوه جدا. 3 ارباع مواقع الانترنت شغاله على سيكوال سيرفر، يمكن 75% من مواقع الانترنت شغاله على سيكوال سيرفر. سوق سيكوال سيرفر، جوميا جوميا سيكوال سيرفر، الفيسبوك بدا بماي سيكوال، ما اعرفش دلوقتي بصراحه ايه الداتا بيز حضرتك وانت بتبنيها طبقا للريكويرمنت بتاع العميل. لا مش لا الداتا بيز مش 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 مكان، لا هو برنامج بيصمم داتا بيز، برنامج بيصمم زي ما انت كده بتروح حضرتك تشتري دفاتر، الدفاتر دي مجرد ما بتخلص خلاص حسب ما انت كل تقعد تزود في الدفاتر بقى، لا انت بتصمم بتشتري برنامج مش مكان زي الفلاشه لا ولا زي الهارد خالص، لا ده هو برنامج اللي بيصمم لك الداتا بيز. كل برنامج بقى ليه ساعه، ليه ساعه ماكسيمم. الاكسس 2 جيجا، السيكوال سيرفر اعلى بكتير بس كما الله اعلم. الاوراكل الحقل الواحد في الداتا بيز 12 جيجا، يعني ايه الحقل الواحد؟ بيانات العميل ايه؟ ما بتجيبوا هنا ما بتجيبوها في المركز، اسمك عنوانك تليفونك مثلا وظيفتك، الاربعه دول اضرب في 12 يبقى 48 جيجا. طب خدوا منك مثلا رقم البطاقه 12 كمان يبقى 60 جيجا، خدوا منك مش عارف اسم الوالد 12 كمان يبقى 72 جيجا. كل ما بيزيد كل ما الداتا بيز ايه؟ بتزيد معاه، فحجمها بيزيد. هو ده مست الاوراكل. ايه الداتا بيز لوحدها؟ لا ده البرامج بتاعه الداتا بيز ديت بيعملوها الشركات المؤدلات بتاعه الكمبيوتر زي اوراكل مايكروسوفت، هي دي واحنا بنستخدمها. زي مثلا في دوله تبني برنامج اندرويد؟ لا خالص، هي هو ده فكر اللي هو ده فكر الداتا بيز، برنامج هو من ضمن برامج الكمبيوتر بيساعد المبرمجين على تصميم قواعد بيانات زي الاكسس زي السيكوال سيرفر. احنا هنا نشتغل سيكوال سيرفر عشان جينا كنا ناويين نشتغل اوراكل بصراحه، احنا اشتغلنا اوراكل هنا بس رحنا شلناه كذا مره نشيله، يعني بنشتغل ونشيله بنشتغل ونشيله عشان هنا مش واخد ترخيص اوراكل فهتبقى كارثه لو حد قال. الشركات اللي انا مثلا اتفرجت على موقع بتقول لك 5 جيجا مثلا تدفع، لا ده 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 كده الباندويتس كده، انت شغال في جزء الباندويتس والايه والمساحه. يعني مثلا ما تيجي تحجز السيرفر الداتابيز بتاعه جوداتي 2 جيجا حتى على سيكوال سيرفر، هم عاملين لها ليميتد ولاد اللذين، فمجرد بعد كده ما تكبر معاك تقول لهم ايه عايز اشتري ايه مساحه، هم اللي عاملينها عشان طبعا من بقى خلاص روح مش عاجبك جو دي روح اشتري سيرفر انت بقى وكلف مصاريف سيرفر. يعني دي اسمها سيرفر والثاني اسمها ما هو ما هو سيرفر برضه، ما هو الداتا بيس السيرفر الداتا بيس اتحط على السيرفر، لو اتحط على السيرفر عشان كلهم يكونكت عليها زي بالظبط الداتا بيس بتاعت مين التنسيق في الثانويه العامه، كلنا مالينا تنسيق في الثانويه العامه كله مبني على الداتا بيس، بتخش تختار وتسجل بياناتك وخلاص. فده كان سيرفر محطوط عليه بيانات الثانويه العامه والناس الطلبه كلها كونكت عليه من اي مكان، فلازم الداتا بيس تتحط على سيرفر عشان تبقى شيرنج. مش لسه بقول لك لو انا الدفتر كنت هتضطر ان الرهان تستناني، اما لا كده هتبقى شيرنج. ده فكره الداتا بيس. لا الداتا بيس هي دي حجم البيانات اللي بتتسجل، المكان اللي بنسجل فيه الداتا هو ده. لما يجي بنعمل داتا بيس بيبقى ليها بقى كذا ايه كذا حاجه، ما ينفعش اسجل بيانات طلبه مع بيانات دكاتره مع بيانات معيدين مع بيانات موظفين مع بيانات عمال مع بعض كلهم كده. الاقي مثلا استاذ حسن، دكتور ايمن، مدرس مساعد، عبيد، عامل، ما لهمش تحت بعض كده. لا بنعمل حاجه بقى اسمها ايه زي ما بتيجي مثلا في السوبر ماركت تقول لك ايه دفتر المبيعات، دفتر المشتريات، دفتر الخوارج، دفتر مش عارف المخازن. عندنا احنا في الداتابيز برضو زي دفاتر بس بتسمى جداول، بتتسمى جداول. ازاي بقى؟ لما انت بتيجي بقى تتكلم مع العميل هو بيقعد يحكي لك قصته، بيقول لك والله احنا عندنا عملاء بتدخل بتسجل بياناتها، بعد كده عندنا كورسات، يبقى انت جيت تقول له ايه بيانات العملاء؟ يقول لك كذا وكذا، ادي جدول العميل. يقول لك انت بتقول له ايه؟ يقول له ماكش دعوه دي حاجات عندنا في الشغل. بعد كده الكورسات بنسجل الكورسات، والله بندي له الكورس كود، بندي له اسم، بندي له سعر، بندي له تاريخ بدايه، تاريخ نهايه،
بنديله عدد ساعات. ادي جدول تاني بيقول لك بعد كده في بيانات حجز بناخدها من العميل، بيحجز بيدفع قيمه، قيمه الحجز، تاريخ الحجز وخلاص، وملاحظات. ادي جدول للحجوزات. بعد كده الانستراكتور، في رقم الانستراكتور، اسم الانستراكتور، عنوانه، تليفونه، التخصص بتاعه، اجر الساعه بتاعه. ادي جدول الانستراكتور. يبقى انت كده من نتيجه كلامك البلدي مع الراجل بتاخد منه ايه؟ داتا. الداتا دي انت بتعمل لها تحليل وتبني الداتا بيز بتاعتها. الداتا بيز لو اتبنت غلط السيستم كله غلط، ده معروف. الداتا بيز لو اتحللت غلط وبناها غلط السيستم كله هيطلع غلط، عشان الداتا بيز دي هي شايف جاي من كلمه بيز، بيز يعني القاعده، هي دي القاعده بتاعت الشغل بتاعك. واحنا اللي هنبنيها هنا على السكه. بس قبل ما نبنيها هناخد سيشن ازاي نعمل اناليسيس للداتا بيز، ازاي تقعد انت مع العميل كده وتقعد تتكلم معاه كلام ودي وبلدي، ويقول لك انا عندك وعندي ومش عندي والكلام ده كله. مش هيقعد يقول لك ايه هناك جدولا، مش عارف، مش هيقعد يتكلم باللغه كده خالص. هو بيقعد يتكلم معاك بلدي ويجي يوريك الدفاتر، يقول لك ادي دفتر المبيعات اهو، بنسجل كذا وكذا وكذا. انت بقى بتاخد منه الكلام البلدي ده بتعمل له كاستمايزيشن بقى كده وتحوله لاناليسيس. اناليسيس لرسمتين، رسمه اسمها اي ار دي ورسمه اسمها ريليشن. بعد ما تحول الرسمتين تروح مع باني داتابيز. بعد ما تبني داتابيز ابني شاشاتك بقى وتكستاتك وزراير واللي انت شايفه ده قدام عينك. في داتا موديلنج، ده في كورسات للداتا موديلنج. احنا هناخد بس الاي ار دي والريليشن. في حاجه ثانيه اسمها يوز كيس، في حاجه ثانيه اسمها كلاس دايجرام، في حاجه اسمها سيكونس دايجرام، في حاجه اسمها ستيت دايجرام. كل رسمه، رسمه دي، الرسومات دي بتفيد ايه يا احمد؟ انت دلوقتي لما بنيجي نرسم بيت تلاقي المهندس يجي يعمل ايه؟ يرسم شكل هندسي ويقعد يرسمها لك ويجي يروح مدي المقاول يقول له خد نفذ. هو ده اللي بيحصل بتاع المحلل عندنا. باجي اقول له انا قعدت من على عميل وقال لي كيت وكيت 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 وكيت، ياخد من بقك الكلام يحول الرسومات ويظبط الرسومات ويظبط الدنيا، يروح باعتها للراجل بتاع داتا بيز ديزاينر يقول له خد صمم دي بس طبقا للريكوايرمنت بتاع العميل اللي عامل حكاها لي. بترسم رسمه اسمها اي ار دي ورسمه ثانيه اسمها ريليشن. يمكن بتوع الجامعه عارفين الكلام ده خلاص وعارفين الرسمتين دول. رسمه اسمها اي ار دي ليها شويه قواعد هناخدها وازاي نمشي عليها، تمام. ورسمه ثانيه اسمها ريليشن ليها شويه قواعد وازاي ناخدها. يعني قبل مرحله بناء الداتا بيز واحد بتقعد مع العميل، تروح تقعد عنده في المحل بتاعه او في الشركه بتاعته او في العياده بتاعته، تسمع منه هو عايز ايه وتاخد منه كل الداتا اللي تقدر تساعدك عشان بناء السيستم. بياخدها منك وبتتاخد منه وبيديها لك بلدي، هو مش فاهم انت هتعمل ايه اساسا. اساسا ما بالك انت بقى اصعب حته انك تحول كلام عميل بق كده وتحوله سيستم. هي دي اصعب حاجه، انك تحول من بق الراجل كلام ومن ورق شايفه قدام عينك ويجيب لك ابلكيشنز بقى ويجيب لك قصه ويرمي لك قدامك ويقول لك هو ده اللي احنا عايزين نعمله. ودي اصعب حته اللي حته الاناليسيس دي. الاناليسيس لو تمت غلط المشروع كله غلط. زي بالظبط واحد راح يحلل معنى كده التحليل طلع غلط، خد دواء بالغلط مات بالغلط. هو ده اللي بيحصل. ايه هو ده الاساس اللي هتبني عليه السيستم. عشان كده بعد اول ما نبدا في البروجكت هناخد سيشن على الداتابيز، ازاي نعمل اناليسيس. سيشن كامله 3 ساعات كاملين على الداتابيز، ازاي نعمل اناليسيس، الرسمتين الاي ار والريليشن. بعد كده تعرف انت بقى ايه تبني اي اناليسيس. بس فيها برضو ايه يعني، هي محتاجه شغل وكتير ممارسه اكتر. الرسمتين دول سهلين وفهمهم سهل. يعني ممكن هنبدا فيهم من بعد، يعني احنا اتفقنا قلنا هنبدا في البروجكت من اول الاسبوع الجاي ممكن، يعني ممكن على نص عليهم الاثنين كده. هنبدا بقى في بدايه بقى الايه، ان نعمل ابلكيشن ومعتمد على الداتا بيز. لما بنيجي نشتغل هنا هنشتغل على ثلاثه، اس كيو سيرفر، ماي اس كيو ال، فاير بيز بتاع جوجل، تمام. اس كيو سيرفر بتاع شركه ما صن اللي هي دلوقتي اوراكل، سوري مايكروسوفت. اس كيو سيرفر ماي اس كيو ال بتاع شركه صن اللي هي دلوقتي اوراكل، بعد ما اشتريتها شركه اوراكل اشترت شركه صن فبتاع دول. فاير بيز بتاع شركه جوجل. ازاي نتعامل مع الثلاثة؟ كل واحد وليه تعامل بطريقة مختلفة. إلا الماي سيكوال والسيكوال سيرفر شبه بعض جدا مع اختلاف حاجة بس تكمل. حتى هتلاقي نفسك إيه ما خدناش وقت في المشاريع بتاعة السيكوال سيرفر والماي سيكوال. هنعمل سيكوال سيرفر، هنيجي للماي سيكوال هقول لك بس غير دي، غير السطر ده، شكرا خلاص. كده مشروع الماي سيكوال خلص. هو نفس اللي السيكوال سيرفر ونفس طريقة الربط إنك تربط ما بين الأندرويد والداتا بيز. دي طريقة. هناخد طريقة تانية إنك تربط ما بين الأندرويد والفاير بيز. بس عيب الفاير بيز لما نيجي نشتغل عليه مشكلته ان هو ايه مش بيدعم، ما بياخدش شكل داتا بيز. ايه هو احمد اشرف كان قال لي ان في برنامج بالاكواد بتاعته صعب، هو الفاير بيز تمام، مش صعبه، كبيره كتيره. بس على فكره سيرفر محترم وبتعبه، بس هو عيبه انه غالي.
25 دولار في الشهر يعني بيستهبله بصراحه في الشهر، يعني 6000 جنيه في السنه، مع العلم سيرفر جو دادي اللي بيدعم سيكوال سيرفر ب 1000 جنيه في السنه. فطبعا هيروح هتيجي تكلم العميل بقى، هتيجي تقول له ايه هتدفع 6000 سيرفر، هيجي واحد تاني يقول له هتدفع 1000 سيرفر، هيقول عليك حرامي على طول، مع العلم هو مش فاهم انت شغال بتكنيك والراجل المبرمج التاني شغال بتكنيك تاني. هيقول ايه الفاير بيست مع شركه جوجل هو سكيور اكتر، مع انه رخم على فكره، يعني لما نيجي نشتغل عليه هبقى اوريه لك، بس هو في ناس كتير بدات تشتغل عليه، وخصوصا بيطوروا فيه اليومين دول وهينزلوا فيرجن جديد اول السنه، هو لسه نازل على فكره اول السنه اللي فاتت ده، وبيطوروا فيه اليومين دول وهينزل فيرجن تاني. خلاص ازاي نتعامل مع الفاير بيست ده؟ وطبعا حاجه تبع جوجل تاكيد بتبقى حاجه محترمه على فكره، حاجه كويس، بس هو عيبها الوحيد مش واخد هيكل الداتابيز، مش واخد طريقه تصميم الداتابيز. طب ايه طريقه تصميم الداتابيز؟ ا ب داتابيز مفيش دوبليكيت في الرو في التكرار في الداتا، ما ينفعش اكرر، ما ينفعش اسجل ايمن انستراكتور رقم 15 ويجي يسجل محمد انستراكتور رقم 15، هو بيقبلها دي كارثه، دي رقم واحد. ده ما بيتعاملش بالاستراكشر داتابيز، مش بيضرب بيقبلها، ممكن اسجل اثنين طلبه بنفس رقم الجلوس، ادي اول كارثه، فده مش هيكل داتابيز خالص. طيب رقم اثنين برضو من ضمن هيكل داتابيز ان انت ممكن اقول ايمن بيدي كورس اي او اس ومفيش اساسا كورس اي او اس في المركز. منين قلت ايمن بيدي كورس اي او اس؟ اساسا المركز مفيش اي او اس، فما فيهوش ربط ما بين الداتا وبعضها، ما فيهوش ربط ما بين الداتا وبعضها خالص. انا لازم اربط الانستراكتور بالكورسات، الانستراكتور بيدي كورس من ضمن كورسات المركز، مش تيجي تقول ايمن بيدي كورس اي او اس والمركز اصلا ما فيهوش كورس اي او اس، مش حلو اصلا. ايه بنعالج بقى الموضوع ده ايه؟ بروجرامنج، بنعالجه بالبرمجه. تمام، تيجي مثلا تقول احمد في قسم السياحه وفنادق والجامعه ما فيهاش قسم سياحه وفنادق، الداتابيز بقى تقول لك لا، ده الداتابيز مش البرنامج، يعني الداتابيز هي اللي تقول لك لا انت مسجل انستراكتور برقم 15 لا يجوز تكرار، هي اللي ترفض من غير ما تكتب برمجه، هي اللي رفضت اساسا. تيجي مثلا تختار تقول ايمن بيدي كورس اي او اس، تقول لك لا مفيش كورس اي او اس في الكورسات، في ربط بينها وبين ايه؟ الداتا، في ربط بين الداتا وبعضها. الفاير بيز بقى بنعملها ازاي؟ حلو حلو في حاجات كتير جدا على فكره، لما نيجي نشتغل عليه بس الحته دي بنعالجها بقى، بنعمل اف ايه؟ اف كونديشن بقى كتير بقى، لو الرقم ده موجود قول له عفوا لا يجوز تكرار، وبنستخدم تراي كوتش تراي كوتش بالهبل بقى. خلاص بنبدا نعالجها، فاهمني؟ بس انت بتضطر تعالجها ايه؟ برمجه. تمام؟ مبلغ سعره 6000 ولا كام؟ وده سعره امشي التاني احسن. لا بس الفاير بيس في حاجات تانية بصراحه كويسه، في يعني بتتعامل مع الفايلز بطريقه كويسه جدا. الميزه اللي هو فيه يعني عندك جو دادي وابو الف ده هيجي قدام شويه ويروح لاسعك، ده بالعكس جو دادي اول حاجه ب 1100 تيجي تاني تجديد تدفع 3 4 ده اه موجوده دي بيعمل كده بيجر رجلك، وانت اشتغلت عندنا ايه سنه، يعني في داتا عندنا، يعني انت كده كده غصب عنك محتاجني، فكمل بقى معايا. جو دادي عمل الحركه دي للاسف يعني وبيعملها كتير. خلاص حتى لو جرب تحجز على جو دادي اول سنه هيقول لك ب 1100 جنيه، ثاني سنه هيقول لك ب 3000 جنيه، الرينيو ب 3000 جنيه و... ايه هوست ودومين، هوست اه بقى بحجز دومين هوست ودومين، الدومين كده كده بيديني فري مع الهوست، الهوست ب 100 دولار والدومين ب 14 دولار. لا ده الدومين بيدي فري، ده بيدي فري على فكره، لا بيدي فري مع الهوست، اه مع الهوست بيدي فري اهو، لو حجزت بعد الهوست، لو حجزت بعد الهوست ده جو دادي اهو. فده اللي احنا ده برضو هنشتغل على جو دادي عشان احنا لازم يكون عندنا سيرفر ينفع بتاخد باك اب. بس بقى الناس احنا من نوع بقى ما ايه خلاص بقى انا يعني في بقى في هوست جيتور، هوست جيتور ده سيرفر تاني مشهور جدا على فكره، المصريين ثلاث ارباعهم شغالين مع هوست جيتور، يمكن جو دادي نادر بس جو دادي بصراحه احسن بكتير. ادي الهوستنج جاي، ادي الويب هوستنج ده برضو هنشتغل عليه لما نيجي نشتغل ايه، ادي ده الوين ده لينكس الويندوز بلانز اهي اهو 3 دولار ايكونومي وديلوكس، ومثلا لو خدت ده 5 دولار في السنه. بص بقى الحته دي ايه بتقول ايه؟ ايه اه بص اي اه بس لو الداتابيز بتاعتك لازم تكون بلين 5 جنيه استرليني، 5 جنيه استرليني بكام؟ لا 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 ايه يا عم
جنيه. ايه يا عم 11 جنيه ولا 15 جنيه باين؟ حضرتك اليورو ب 20 جنيه. السرلين الاسترليني ب 21. اليورو انا مبطل عليه. اليورو ب 20 جنيه ب 21. اليورو ب 21 والجنيه الاسترليني اقل حاجه ب 27 او 30 جنيه. انا بغير اليورو ب 21 جنيه. الاسترليني بكام؟ اقل حاجه. اقل حاجه 22. اقل حاجه فوق اليورو. ماشي يعني ب 100 جنيه في الشهر صح؟ يعني 1200 جنيه في السنه ما غلطناش. بص بقى الحته اللي كاتبها اللي ما حدش بياخد باله منها، 8 استرليني في الشهر لما تيجي تجدد. يروح ظبطك بقى لما تيجي تجدد ب 8 استرليني. 9 8 عارف يعني 8 استرليني؟ يعني الضعف صح غلط؟ يعني 2400 جنيه لما تيجي تجدد. فهو بقى بيجي يساعدك في الحته دي، بيجي يديك اهو. بص سيكوال سيرفر اهو، ام اس سيكوال سيرفر 2 ماي سيكوال. بص بيديك كام؟ بص بقى الام اس سيكوال سيرفر كام؟ 200 ميجا. وهنا بيدي 200 ميجا. 200 ميجا حجم مش وحش، بس ال 200 ميجا ديت احنا بقى لنا يعني عاملين شغل على سيستم الشركه بقى لنا سنه ونص شغالين او سنتين شغالين. اكيد انا متاكد ان كمان سنه بالظبط هيقول لي الداتا الداتا اتملت وهيبدا اضطر اكبر. انت كده بتتكلم بقى لو موقع بقى فيديوهات ما يشتغلش حاجات. لا ما احنا لما نيجي نشتغل على الفيديوهات، لما نيجي نشتغل باللينك على يوتيوب، حتى لما نيجي معاكم هنا ازاي نلينك على، بنعمل لينكات على يوتيوب. محدش بيحط سر فيديوهات ولا صور على السيرفر خالص. ايه لا هيجي يقول لك طبعا بيجي يقول لك ان هنا خلي بالك ان انت بس قربت مني ابدا الحق ايه بتعمل لها بقى انكريز بقى وتيجي تزود بقى. لا السيستم بيقع عليه، السيستم بيقع بسبب ان الداتا لا في السيكوال سيرفر ومع الاوراكل، مع الاوراكل استحاله تقع مبدئيا. الاكسس الاكسس كان معموله بالاكسس، كان معموله ببرنامج الاكسس فوقعت اتملى. الاكسس فعلا مشكلته ان اساسا هو ما بيدعمش الشبكه خالص. جرب كده تشغل برنامجين، برنامج على سيرفر وثلاث اربع برامج متصلين بيه او ثلاث اربع اجهزه، هتلاقي الاكسس هنج معاك. جربها كده هتلاقي. فهو الاكسس بيعمل كده، فهتلاقي بتحجز ده اهو. يعني هتلاقي برده 1200 هنا كام دولار؟ 7. لما تيجي تجدد 13. فهو شايف دي بقى مخفيه بقى، هو واخد بالك؟ جودادي بمزيج يجدد. لا 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 عدت اول سنه يعني، عدت اول سنه بقى لي 7 سنين اهو. طب ما بص اهو ساعه اهو الجديده بقى ساعه رينيو اهي. ما بص خد بالك دي حاجات قديمه، هو ممكن يكون انا الاكونت قديم. انا حاجز عليه يجي 15 20 سيرفر اساسا، ودايما يجي يقول لك ايه ما بنيجي نجدد بيلسعنا في التجديد. اجي اقول للراجل بقى اما باجي اكلم العميل اقول له اهو قدام عينكم انت بنيجي نحجز. انا احنا حتى لما نيجي نشتغل تمام ممكن نشتغل، انا عندي سيرفر هنحجز عليه هنشتغل عليه تمام، ونبني عليه داتابيز ونكونكت عليها ونشتغل عليه. ممكن السيرفر بتاع محمد نستخدمه ونبني عليه داتابيز ونشتغل عليه ايا كان. طيب وانا اروح اشتري سيرفر هنا بفلوس؟ قال لك لا، في هنا دخلتونا بقى في قصه الداتابيز كده كده احنا خلاص احنا بنقفل خلاص. ما كده يعني عامل ديسكاونت 43% خصم يعني. ايه لا 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 بص عندك بقى سمارت اي اس بي دوت نت. بص ده بقى هتقول لي بقى اما نيجي نشتري، يعني انا هشتري بقى ان شاء الله سيرفر عشان اتست شغلك يا عم ايمن في الاندرويد. لا هتعمل هتخش على سمارت اي اس بي دوت نت تمام، اصل انت مش هتروح تحجز على جودة دي ب 1100 هتسيب الكورس وتمشي خلاص. فلا هنشتغل باما تشتغل اوف لاين اهو سيكوال سيرفر اهو، وهوريك ازاي تشتغل على من البيت من هنا. بس العيب الوحيد ان هو ايه؟ حضرتك لازم تكون في الاريا بتاعت البيت، ولازم يكون الجهاز ده داخل على واي فاي نفس الشبكه اللي انت داخل عليها يكون موبايلك داخل عليها عشان تقدر تكونكت الداتا بيز بالداتا بيز. خرجت بره الشبكه واشتغلت موبايل داتا ما تسالنيش على الداتابيز. طب هتدي لواحد زميلك يسطبه قول له تعالى اقعد عندي في الاوضه عشان الابلكيشن يشتغل. ليه؟ عشان لازم نخش بنفس الاريا بنفس الواي فاي. طيب طب العمل قال لك خلاص بتحجز سيرفر من على موقع اسمه سمارت اي اس بي دوت نت. السيرفر ده بيديهولك فري لمده 60 يوم اعتقد، لمده 60 يوم. فين هنا الفري؟ وبيديك هو 1 اس كيلو سيرفر وماي اس كيول كان هنا كاتبينها لمده 60 يوم فري. مكتوب ورا فين؟ ارجع ورا 60 دقيقة فوق 60 دقيقة فوق تحت في السطر اللي تحت اول بتاع
انتوا مش شايفينها؟ خلاص مش شايف حاجة. اهي اهي بيديك لمدة 60 يوم بس. طبعا بعد 60 يوم زي اي مصري اصيل اعمل اكاونت جديد واشتغل وكمل 60 يوم تاني. هتاخد الداتا هتاخدها من هنا وتنقلها من هنا. لا بتاخد باك اب يا محمد، بتاخد باك اب من هنا لهنا بس. طبعا الشركه انت ما بتعمل لعميل، خلاص هو عميل واحد وبتبدا تستمر عليها. يعني انا معايا دومين مثلا، معايا مثلا في حاجه ثانيه عاوز اعمل على جودادي بنفس الدومين. بنفس الدومين، بنفس الدومين عادي. لو انت عايز تنقل على جودادي انت بتخلي الهوست ريدايركت، تمام؟ بيسموها ريدايركت. دايركت افضل من ترانسفير، مش هتأثر في حاجه خالص. فممكن تكون انت حاجز دومين، الدومين يا جماعه اللي هو ده الاسم ده، هو ده هو ده. انت بس بتقول لما اكتب ده انتر يخش على انهي اي بي. طبعا انت ممكن تخليه يخش على الاي بي بتاع وزاره التموين ان شاء الله. خلاص ما انت معاك الاي بي، خلاص اهو تعرف ان انا ممكن اعمل سيرفر اخليه يخش على الاي بي ده ويشتغل. ما انت معاك الاي بي. انت كل ما فكر الاسم ده يخش على انهي اي بي، فانت بتاخد رقم الاي بي بتاع الهوست اللي انت حاجزه على جوداتي وتحط بس الدومين. فايدته بس كده الدومين، وهو بيتحول لما تيجي تكتب دبليو دبليو دوت كذا 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 انتر، ضغطه الانتر دي الدومين بيبقى مربوط بالاي بي بتاع السيرفر. فالاي بي بتاع السيرفر بتجيبه منين؟ انت حاجز فين؟ في هوست جيتر مثلا، تروح تجيب الاي بي وتديه للدومين. انت هتحجز في جوداتي والدومين بتاعك في حته ثانيه، خد من جوداتي الاي بي واديه لمين؟ للدومين. هتقول للدومين لما يراجل حد يكتبك ويكتب وتدوس انتر حولني على السيرفر ده الجديد بس. انا واحد مهندس دلوقتي لو حولت كده اللينكات والسيرش بتاعك على جوجل كله هيبوظ. مين اللي قال كده؟ خالص. لا انت عامل هوست على مين؟ حتى المدونه ممكن تضغط على الدومين برضه. عامل هوست على مين؟ جيرمني.بلوجر.كوم. وبتدفع كام؟ ده بلوجر فري بتاع جوجل. لا انت ممكن تشتري دومين وتربطه على البلوجر. يعني انا سميته انت لو عايز تعمل دومين وتسميه باسمك انت عايز كده يعني، ويحولك على البلوجر اللي عندك ويفتح وترتيبي في السيرش، لان ده تعب طبعا. السيرش ده بيعلى مع مع الريتنج وكده. ايوه. فلما هيكتب ايزي جيرني على الدومين اللي على جوجل دي بقى يجي له برضه في ترتيب السيرش؟ لا مش هيجي. صح، هيكون لسه الدومين جديد. هيكون هيكون كل حاجه جديده بقى، هيكون كل اللي عملته الدومين بس. هتضطر بقى تخش تعمل حاجه في السيرش انجن عند جوجل. لا وتزود الريت وتشتري، بتخلي جوجل بتخلي جودادي في الحته دي سيرش انجن، تزود ايه ريتك وتدفع فلوس عشان تخلي ريتك يطلع في الاول. في السيرش في موجوده عنده في جودادي تدفع لها. جودادي كل حاجه بفلوس على فكره. لو عايز تعمل ايميل هتلاقي هنا حتى اهو ايميل، بس هو حاجه كويسه بصراحه. بص هنا، بص مديك فري دومين اهو، تمام؟ مديك المايكرو، بص هنا فري مايكروسوفت ايميل لمده سنه، لمده سنه اهو. بس على فكره بيدي عدد معين من الايميلات مش كله، ولما تيجي يدي ايميل هنا بيضحك علينا في الكلمه دي عشان كذا مره استخدمتها لقيته بيدينا لا ممكن بيدي ايميل واحد، ممكن لا ده وان اس تي دي اللي هو ان يير يعني. لا مش اس، مش حاطط اس جنب ده اول سنه. لا لا هو بص هو بيديك بيديك 100 ميجا ايميل. ال 100 ميجا ديت ممكن تقسمها كذا ايميل. ايوه. فانت عندك مشكله ال 100 ميجا دي لو عملت ايميل انفو ات ايمن دوت كوم وجيت عملت اتاتش فايل لصورتين ثلاثه ال 100 ميجا خلصوا. لو واحد بعت لك فايل في ملف فيديو ال 100 ميجا خلصوا، الميل اتملى مش هينفع تستخدمه. هو ده عيب في الحته دي، هو بيستهبل في الحته دي. بتضطر تخش تعمل ايه؟ تزود الباقة بفلوس في الحته دي. دي طبعا الشركات اللي هي بيقول لك ايه، انت عملت شركه وعايز تخلي الموظفين بتوعك قد كذا قد اسم الشركه، فبيعملوا في الحته دي. احنا هنخش في الحته دي بالتفصيل الممل لما نيجي نبدا نشتغل سيكوال سيرفر، تمام؟ مع الايه، مع الداتابيز، ومع لازم نحجز سيرفر. يا اما انا هشتغل على الجدد اللي عندي، انت حضرتك هتخش على سمارتر اي اس بي دوت نت وتبني داتابيز وتعمل ساين اب ناو فري عادي جدا وهتبني داتابيز. كل الفكره انا عايز منها من السيرفر ده الاي بي بس عشان احطه في الكود عندي في الاندرويد يكون نكت عليه. وطريقتهم كلهم واحده، وطريقتهم كلهم واحده.
انا بس الحاجه الوحيده اللي هتتغير عشان هو هنا شغال بسيكوال سيرفر لو خدت بالك اهو 1 ام اس سيكوال سيرفر ام اس اللي هو مايكروسوفت واحده مفيش مشكله عادي جدا وبيديك ماي اس كيو ال كمان اهو بص حجم الداتابيز انا وانا ايه والله جدع هنا بص كان بيدينا كام 200 ميجا اهي شايف ده بيدي 1 جيجا ده ما شاء الله عليه كتير جدا على فكره يعني حاجه كتيره خلاص فانت كل الفكره هيدينا اليوزر نيم وباسورد وانا هشتغل معاه بالاي بي بحيث لما تيجي تخش على الابلكيشن وتعمل عمليه تسجيل سيف خلاص وكده كده السيرفر ده ايه اونلاين وهل بيتقفل خلاص اما لو كنت هتعمل على بيتك رقم واحد الجهاز ما يتقفلش رقم اثنين تاخد ستاتيك اي بي من تي داتا عشان تقدر تخليه اونلاين وترفعه اونلاين فهتضطر تعمل الحركات دي كل شويه وجهازك ما يتقفلش رقم ثلاثة تخيل بقى لو كلنا سطبنا الابلكيشن وعمالين نبعت سند داتا طبعا الجهاز بالظبط هيهنج معايا خلاص يمكن حتى كان في واحد مصطفى من الكورس اللي قبلكم كان شغال في المجال ده عنده جهاز في الشركه وعمل ابلكيشن كان برده واقع في نفس المشكله ان ايه السيرفر طير تروح سيرفركم التقيل احجزه خد الداتا عليه ده الجزء ده هنتطرق ليه جدا 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 بس السكيل بلاش ضعيف والله الفكره بقى فكره بقى الراجل بتاع الاي تي يكون ايه حد كويس ما يكونش حد زي بتاع وزاره التموين كده حد كويس يشغل الايه يحمي السيرفر انا بقول لك بتوع النقد ده بتوع محكمه النقد سالتهم كذا مره في الموضوع ده قالوا لي لا انسى بقول لهم ليه قالوا لا ده دي بقى شغلانتنا انسى ان حد يعرف يعني انسى سيرفر كان ده اخر سيرفر اشتروه ب 250000 جنيه قلت لهم طبعا ما هو مال سايب وانتوا بتدفعوا حاجه خلاص اخر سيرفر اشتروه ب 250 احنا شايلين سيرفر في الجامعه ب 120 وبالعافيه احنا اخرنا 100 100000 ايوه انا بقول لك احنا في الجامعه لسه شايلين الاسبوع اللي فات 120 جنيه 120000 هما شايلين كانوا شايلين سيرفر من اربع سنين كان ب 250000 ما بالك بقى السيرفر ده عامل ايه وسيرفر رائع بصراحه هو شكله اساسا موهبه خلاص وعلى فكره اعتقد وانت بتشتري السيرفر وكانوا دايما كل الحاجات اللي بيشتروها لايسنس ويندوز سيرفر بتاعهم لايسنس كلها شارين الترخيص بتاعهم وماشيين بصراحه كده قانونيين يعني ايه خلاص النهارده خلصنا الاري والاكسبشن تمام المره الجايه نبدا ناخد مثال عليه على الاثنين دول بتوسع بقى باذن الله يا رب ونخش في حاجه اسمها اري تو دايمنشن باذن الله المره الجايه